أحيانا في الصلاة أستعجل في الركوع والسجود وأعلم أن أول ما يحاسب الإنسان عليه يوم القيامة الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة احتياطية تعوض ما حصل من نقص في الأولى؟ الصلاة الاحتياطية غير مشروعة، ولكن عليك أن تجتهد في إحضار قلبك والخشوع في صلاتك، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في مبدأ الصلاة وفي الاستفتاح الذي تقوله بعد تكبيرة الإحرام. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتحاول إحضار قلبك وفكرك للصلاة وأن تتعقل الصلاة، هذا هو الواجب عليك. وإن حصل منك بعض الهواجس أو بعض الأفكار ثم طردتها عنك وعاودت استحضار الصلاة والحضور فيها، فإن هذا لا يضرك إن شاء الله. أما أن تصلي صلاة احتياطية هذا غير مشروع. نعم. إنما النوافل أو السنن الرواتب هذه، نعم، السنن الرواتب إن شاء الله. هذه نعم. السنن الرواتب والسنن المطلقة ينبغي للإنسان أن يكثر منها، ينبغي للإنسان أن يكثر من النوافل، رواتب وغير رواتب مما هو مشروع. نعم. لأن صلاة النافلة تكمل بها صلاة الفريضة إذا حصل في الفريضة نقص. نعم. ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من صلوات النوافل، وأن يحرص على أداء الرواتب التي مع الفرائض قبلها أو بعدها، أو قبلها وبعدها، لأن هذه الرواتب النوافل تكمل بها صلاة الفريضة إذا حصل فيها نقص. نعم. نعم. أما إعادة الصلاة على ما يقصد هو كان يصلي الظهر مثلا مرتين صلاة لا تعاد إلا إذا اختل شرط من شروطها، نعم، اختل شرط من شروطها أو أركانها، أو ترك شيئا من واجباتها عمدا. إذا ترك شيئا من شروط الصلاة أو أركان الصلاة، أو ترك واجبا من واجباتها عمدا، فهذه تعاد. نعم. أما مجرد أنه حصل فيها شك، أفكار أو أوهام أو وساوس أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يقتضي إعادتها. نعم.